يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو 90 90، حلقة السبت من قد المقام. في غنوة حلوة قوي بحبها لياسمين علي بتقول اتفقلوا بالخير، وبعدين كنت بسمعها كده النهاردة قلت صحيح احنا عندنا كده في شخصيتنا المصرية دايما نتفائل ونتشائم، يعني اللي هو في حاجات تخلينا يعني نبقى مبسوطين كده ونقول الله النهارده يوم الحظ وساعه الحظ ما تتعوضش، وساعات يحصل حاجات انت وارثها كده تقول لك لا ده اليوم ده مش حلو، الله ربنا يعدي اليوم ده على خير، انا شفت الراجل ده النهارده فيعني ربنا يستر، انا مش عارفه الغراب عدى وانا بشرب القهوه الصبح في الشباك فانا شفت غراب. عندنا في شخصيتنا المصريه مقام كده في التفاؤل والتشاؤم، وتفاصيل الحياة في حد ذاتها مليانة تفاصيل، لكن في واحد فينا ما ياخدش باله يعني ما يركز، وفي واحد فينا ياخد المسألة دي كأنها خلاص يعني اللي هو ده طالما ده حصل يبقى أنا هتفائل أنا هتشائم، وفي حد زي ما بنقول بيشوف نص الكوباية المليان وفي يشوف النص الفاضي وفي ما يشوفش الكوباية من أصله، يعني اللي هو يقول لك هو أنا كده أنا جوايا ضلمة والضلمة دي أنا هشعها على الكل. فمقام التشاؤم والتفاؤل، ايه الحاجات اللي بتتفائل بيها في حياتك وتحس انها بتجيب لك الحظ وحاجات بتتشائم منها؟ احنا عندنا كمان يلبسوا الحظاظات وانا واحده اهو من الناس لابسه اربعه جنب بعض، فقال يعني ما تفهمش انا بعمل كده ليه، او نجيب خرزه زرقاء ونعلقها في السلسله او نحطها في الميداليه او نشرب فنجان قهوه فتدلي يقول لك ده القهوه خير، يعني ايه الخير والشر في يعني ليه بنقرر طول الوقت ان احنا نعمل كل الحاجات دي؟ النهارده هحكي لكم على فنانيننا زمان لانهم كانوا كمان برضو زي كل المصريين يتفائلوا ويتشائموا، ما يشوفوا حد مثلا لابس غامق اسود ولا كحلي يقول لك يا عم انت ليه لابس عامل كده، ما يشوفوا حد لابس لون ابيض ولا لون اخضر بمناسبه تحضر للاخضر ومؤتمر المناخ اللي هي ان شاء الله الافتتاح بتاعه بكره تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللون الاخضر ده لون مهم جدا في الحياه، لون الزرع ولون الشجر ولون السلام، يعني احنا محتاجين طول الوقت يبقى حوالينا زرع، واللون الاخضر ده يعني حتى الناس اللي بتتفائل يقول لك ايه انا احب اشوف اللون الاخضر طول الوقت كده حواليا طول هيزرع في البلكونه، يزرع قدام البيت شجره ولا شويه زرع كده يقول لك اللون الاخضر. هل انتم مالين حياتكم بالاخضر على سبيل التفاؤل ولا المساله يعني مش فارقه معاكم؟ تعالوا نشوف كده اصدقائنا اللي بعتوا لنا المتفائلين واللي مش متشائمين. احمد عبد الهادي مساء التفاؤل مساء الهنا. ناهد حمدي بتقول صباح الفل والياسمين على عيونك صاحبه المقام العالي بحيكي على موضوع الحلقه، بتقول انا بتفائل لما بكون نازله من البيت واشوف قطه ببقى مبسوطه. ده احنا عندنا كمان ثقافه القطه السودا دي، ده انا فكرتيني يا ناهد والله، يقول لك لا 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 انا مش رايح ولا جاي النهارده انا شفته حته دي قطه سودا واقفه لي كده اهو بتبص لي بتبص له قدام الباب، وبتقول بشوف قطه ببقى مبسوطه جدا، او اشوف حد سائل واعطيه ويقعد يدعي لي. ده الواحد لما بيلاقي كده على الصبح كده يقول يا سلام ربنا بعت لي كرم من عنده. بتقول بتشائم من واحده جارتي اهو لما بتشوفني وانا بنفض شقتي لازم يحصل لي فيها حاجه. ايوه انا بسمع الحكايه دي كتير، يقول لك انا كنت بنفض مش عارفه ايه فمش عارفه كنت بفتح الباب فاللي معدي جاري اللي معدي ضارب عينه في البتاع قامت النور مفرقع، يعني المهم يعني التيار الكهربائي مثلا مش حصل مثلا منه قفله، لا يقول لك لا اصلا ده جاري هو اللي بص لي. لا بص يا ناهد مساله جارتي دي حاجات طبعا قدريه وربنا سبحانه وتعالى بيفدي حاجه بحاجه، فمربوطش الحاجات دي لان ده يضرب علاقتنا بالجار في مقتل، نبدا نخاف من جيراننا ونحاسب منهم وعينها وحشه وعين وحشه، والحاجات دي بتضرب مفاهيم مهمه جدا طيبه في شخصيتنا المصريه. عايز تسمع ورده؟ حاضر. الدسوقي بيقول الحدث السيء هيحصل هو ساعات بيرتبط بمرور شخص او رؤيه اشاره معينه وهي شفافيه لبعض الناس
عشان تخف عندهم تخفف عندهم صدمة الحدث، واعتقد دي رحمة وفضل من ربنا. اه طبعا دي وجهة نظر مهمة جدا، وبيقول تفاءلوا خيرا تجدوا خيرا، هو ده اللي احنا عايزين نوصل بيه في الحلقة النهاردة. يوم الخميس كان ذكرى رحيل الفنانة صاحبة الملامح الجميلة والوجه الرقيق والصوت الناعم مريم فخر الدين، وانتوا عارفين ان احنا عندنا فقرة اسمها ذكرى قد المقام. والحقيقة مريم فخر الدين ست يعني ممثلة مختلفة جدا، ملامحها لغاية النهاردة مؤثرة فينا كلنا كمصريين، كانت بتتكلم 5 لغات تقريبا وتعلمت في مدارس ألمانية، وحياتها مليئة بالصدف وبالإبداعات وبالمنتج الفني اللي قد المقام. لكن عايزة أقول لكم أنه مريم فخر الدين كانت المرشحة الأولى لفيلم أبي فوق الشجرة بدل نادية لطفي، لكنها الحقيقة لما تعرض عليها الفيلم اعتذرت وقالت، قالوا لها طب السبب إيه؟ قالت لهم الاسم مش عاجبني، يعني إيه أبي فوق الشجرة؟ يعني اسم الفيلم ما عجبنيش، والجواب بيبان من عنوانه، يعني هنحط يعني الأب فوق الشجرة. هي كان عندها إيثكس كده، عندها يعني مفاهيم، قالت لا الاسم مش عاجبني، لو غيرته الاسم ممكن جدا أشترك. لكن طبعا أسرة عمل الفيلم أو كاست عمل الفيلم خلاص، يعني هو الفيلم اسمه أبي فوق الشجرة والرواية أصلا اسمها كده، فمش هنغيرها. فتم استبدال السيدة مريم فخر الدين بالسيدة نادية لطفي. بما إني بتكلم على مريم فخر الدين لازم نسمع الغنوة دي حالا. ايه رأيكم بما ان المستمعين النهاردة على الاس ام اس والتعليقات عايزين يسمعوا غنوة الوردة، نعمل بلاي ليست الوردة سلطانكم بقى كده مع صوت وردة الجزائرية. أحلام خليل بتقول إنها بتتفائل باللون الأخضر والأبيض سواء في الحلم أو الحقيقة، وممكن أسمع أما براء، وإحنا سمعناها فعلا. وبتقول تحياتي لك حبيبتي، كل مواضيعك مميزة وذات قيمة، أشكرك، أنا اللي بشكرك مدام أحلام. وبتقول إنها في تصورها التفاؤل والعكس بيكون حسب الحالة النفسية في ذلك الوقت. والله ماشي، يعني إحنا ممكن نتفائل طول الوقت ونخلي التشاؤم ده حسب الحالة النفسية، مفيش مشكلة. أحمد أبو عزة بسلم عليك يا أحمد، حمادة المصري بسلم عليك يا حمادة أين أنت. سعاد نصر بتقول يا الله ساعدنا على الرؤية الواضحة منذ البداية، نحن الذين رأينا الأمور بقلوبنا. يا سلام، وما فيش أجمل من يكون في قلب متفائل ومبهج كده ويعني منفتح على الحياة. يمنى فاروق صباح الخير والسعادة والرضا عليكي صاحبة المقام، صباح الفل حبيبتي. بتقول أما براء كلمات الشعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي، مظبوط، وغنتها نجاة في فيلم ابنتي العزيزة. يا سلام يا سلام يا سلام. مستمعة غالية دانا الجندي صباح الجمال والسعادة على أصحاب المقام العالي، مستمعي قد المقام برنامجنا الفخم، ربنا يخليكي حبيبتي. مين كمان تن 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 تن. طب تعالوا نروح بقى كده لحكايات الفنانين مع التفاؤل والتشاؤم. هدى سلطان كانت يعني ايه تتشائم جدا لو كعب جزمتها يتخلع او يتكسر، وهي راحه بقى مثلا افتتاح فيلم او راحه حفله او كده، تقول لك بس خلاص اليوم كده اتضرب الجزمه كعبها اتكسر. فيعني والحقيقه يمكن من اكتر الاشياء اللي كانت بتتشائم منها كمان هدى سلطان ان هي يبقى في مثلا مع الطياره ولا حاجه، وبعدين الطياره تقول ايه او يبعتوا لها يقولوا لها لا الطياره اتاجلت ساعه، فتقول لك لا انا مش هاخد الطيران النهارده خالص. يعني بص وصلت المساله عندها لهذه الحكايه. زهره العلا هذه الفنانه الجميله ذات العيون الخضراء، هنادي في دعاء الكروان، كانت تتشائم من اي بقعه ولو صغيره جدا في هدومها، يعني رغم انها تبان هاديه ولطيفه الا انها كانت تغضب جدا جدا لو وقع على فستانها اي حاجه او لبست فستان فيه اي بقعه من اي نوع، تقول لك لا خلاص انا كده يعني انا ما ده نذير شؤم وانا مش هلبس الفستان ده ومش هنزل النهارده اشتغل ولا حاجه. لكن كمان كانت تتفائل جدا باللون الاخضر وتشوفه مؤشر للنجاح والفوز والخير. انا كمان بحب اللون الاخضر جدا، يعني اتحضروا للاخضر يا جماعه، الاخضر حتى في مؤتمر المناخ اللي هيبتدي بكره ان شاء الله تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العالم كله يا
تدعو لزيادة البقع الخضراء في الأرض. ازرعوا ازرعوا في البلكونات وازرعوا على السطوح، ولو عندكم قدام البيت حتة كده ينفع تتصور ولا تعمل لها كده صندوق كده ولا حاجة وتزرعوا فيها حاجة، من فضلكم روحوا للأخضر بشكل كبير وخليها على الله. يعني أنا طول الوقت بقول يعني مفيش داعي للتشاؤم، نقول كده خلينا على الله، ولا انتوا شايفين ايه؟ احمد ابو عزه بيقول الحاجه اللي بتفائل بيها الدبله بتاعه جوازي، لو قلعتها ونسيتها بيبقى يوم صعب بالنسبه لي. الله عليك، ده حب، ده مش تفاؤل وتشاؤم ولا حاجه، بس هو بيبقى حرص على مشاعر مراتك اكيد. يا بختها بيك يا ابو عزه والله. سعاد نصر بسلم عليك حبيبتي، هيا خالد بسلم عليكي، محمد سعد الاشقر بسلم عليك، محمد نشأت بس مش محمد نشأت زميلنا بسلم عليك، صلاح حليم، احمد عبد الهادي، مساء الفل عليكم جميعا، ليلى عمر، يعقوب خيري، ازيك يا يعقوب عامل ايه؟ يعقوب بيسمعنا من هولندا. في التفاؤل كان في زمان فنانين زمان يتفائلوا بفنانين تانيين، ومش زمان بس، لغايه دلوقتي يقول لك انا بتفائل لما بشتغل مع مجموعه العمل دي، بس ما نتشائمش. يعني مثلا لو رحت مع مجموعه عمل جديده او كده وقلت لا انا الراجل ده انا ما او الست دي ما بشوفها باليوم في الشغل وبيبوظ، يعني عايزين نتخلص من الحته دي في شخصيتنا يا جماعه بجد، يعني احنا نخليها على الله طول الوقت. لكن مثلا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان يتفائل جدا ان يبقى في عبد الوارث عصر معاه في كل الحاجات، يعني من اول ما بدا في افلامه وتقابل مع عبد الوارث عصر وقدم اول افلامه محمد عبد الوهاب في فيلم دموع الحب سنه 35 افتكر، وتالق عصر مع عبد الوهاب، وعبد الوهاب والمخرج محمد كريم طبعا، وكونوا مع بعض ثلاثي فني ناجح، وتتابعت افلام مع بعض هم الثلاثه، يوم سعيد ويحيى الحب وممنوع الحب، وبقى يعني عبد الوارث عصر بالنسبه لعبد الوهاب تميمه حظ. انا هحضر لكم دلوقتي حالا بلاي ليست الورده، بس بصوا اخر سلطنه اخر سلطنه، شويه بقى اغاني الورده كده نقعد بقى كده نميكس مع بعض عليها، وعايزاكم بقى تعالوا الراديو وتستمتعوا. انا شايفه تعليقات كتير، اصدقائنا عايزين يسمعوا حفله لعبد الحليم، طب تسمعوا بقى قارئه الفنجان ولا موعود ولا فاتت جنبنا ولا ايه كمان ايه كمان يا بسنت؟ طب تعالوا نشوف الرسائل. برعي يا برعي، ازيك يا برعي، بيقول انت مش قد المقام، ده انت قد الدنيا، ان شاء الله يخليك والله يكبر خاطرك، وبيقولي تعالي كلي كريب، يا لا شفنا لا كريب ولا ما كريبش. محسن ماهر فضة، مساء الخير عليك يا استاذه بسنت، قمه التفاؤل انك تبدا يومك بصفحه جديده وامل جديد وهدف جديد، اما التشاؤم كئيب لا يولد لا الا الهم والغم. موضوع جميل كالعاده، ربنا يخليك يا استاذ محسن. مريم يوسف، اتفائل لما اشوف الجبل مع المطر. هتروحي شرم الشيخ؟ احنا عندنا مؤتمر مناخ بكره، اتفرجي بقى وعلى كل القنوات الاخباريه وكل القنوات المصريه هتشوفي بقى الجبال في شرم الشيخ وجمال. عمرو اشرف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك يا استاذه بسنت؟ ممكن اسمع غنوه التنسيت دي اللي هي التنسيت دي بتاعت مين طيب؟ ليلى عمر، ممكن اي غنوه لكاظم الساهر لو عندي وقت حاضر على عيني. ممكن اسمع كل ده كان ليه محمد عبد الوهاب ده برعي، او عمر خيرت ليله القبض على فاطمه على عايده، لا هي فاطمه يا باشا، انا قريتها حتى فاطمه كده من الذاكره. حسن ابو ملك، صباح الورد بسنت، اتفائل لما اشوف المطر مع الحمص الشام، عايز اصبح على عبد الرحيم وادهم ومحمد مختار، وعايز اسمع غنوه الميادة الحناوي. انتوا جايين في اخر ربع ساعه تطلبوا اغنيات اعمل فيكم ايه؟ اقتلكم. ليلى عمر، بتفائل احيانا باللون الاصفر بحبه وبحس انه لون مبهج، والاخضر كمان. محمد بكري ابو ضحى، صباح الورد والياسمين، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله يا رب. عبد الله منصور، بتفائل لما بشوف زوجتي الصبح، يا ريت تعرفيها، اديني عرفتها يا مراتي عبد الله يا منصور، جوزك عبد الله بيسلم عليك بيقول لك انا بتفائل لما بشوفك الصبح. عبد الله احمد عبد الهادي، الاغاني جميله حضرتك اشكرك. مين كمان دسوقي، مساء الفل يمنى، سعاد نصر، احمد ابو عزه، الاماكن لمحمد عبده، انت طماع جدا يا ابو عزه، مش سمعتك ورده. الريحاني يا جماعه كان يتفائل جدا بفردوس محمد، لانه لما اشتغلوا مع بعض في غزل البنات 49
ما كانش في دور كمان لفردوس محمد، ده جابها الريحاني وقال لأ لازم، وأصر إن تكون فردوس عبد الحميد، فردوس أسفة محمد ضمن طاقم العمل اللي في غزل البنات، وإلا سينسحب من الفيلم. هذا هو الريحاني، وكان تهديد أصر حفيظة عبد الوهاب، لأنه كان المنتج هو مع أنور وجدي لو تفتكروا، وبدأوا يدوروا لها على دور جوه الفيلم، وبالفعل حصل كده، وخلوا كاتب السيناريو يكتب لفردوس محمد دور مربية ليلى مراد. فريد الأطرش كان يتفائل جدا بصديقه عبد السلام النابلسي، وحرص الحقيقة انه النابلسي يشاركه في كل أعماله تقريبا.